2023 إن شاء الله تكون متوجة بالدخول تاع الجزائر في منظمة البريكس. هذا يتطلب أمرين، يتطلب أولا مواصلة المجهود اللي راه ماشي تاع الاستثمار ونتاع التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية في نفس الوقت. ثانيا باش نفوت لمستوى آخر، بالنسبة قلنا التصدير ما التصدير، اليوم الناس ما تبقاش شعار، فتنا إلى أمور ملموسة. أنا بريكس لي شينوا قال لك حنا راني داكور، لي روس قالوا راني داكور، لافريك دو سود يسون داكور، لو بريزيل جو بونس كافيك لا نوفال إليكسيون تاعهم يسون داكور. إن شاء الله إن شاء الله قلت لك منا أون فافير أون سورت باش إن شاء الله من هاد نهاية 2023 تكون تجسدت، نحضر رسميا في اجتماع وتنطلق الأمور.